جنو توكس. أهلا بكم متابعي جنو توكس. في هذه الحلقة سوف نتعرف على طريقة إنشاء هذا التأثير من خلال برنامج كيدين لايف. سنستخدم تأثير الروتوسكوبين والترانسفورم. أولا سنفتح البرنامج، سنقوم بتصغير مساحات العمل الخاصة بالتايم لاين لإعطاء مساحة أكبر. بعدها سنذهب إلى Add Clip or Folder من هذا السهم الصغير، نقرأ ثم نذهب إلى Add Color ثم نختار لون معين للخلفية التي نود العمل عليها. أنا سأختار هذا اللون، أوكي. ثم أقوم بسحب الكولور كليب إلى منطقة التايم لاين الخاصة به. بعدها سأعيد نقر على نفس الزر ثم أضع تايتل كليب شو باك جراوند لإظهار الخلفية لتساعدنا على تحديد المكان الذي نود العمل عليه بالضبط. نختار ريكتانجل أو أداة المستطيل، ثم أنشئ مستطيل بهذا الشكل وأجعله عمودي ثم أوكي. أقوم بسحبه هو الآخر إلى المنطقة الخاصة به. أحتاج إلى تراكس جديدة، أقوم بإضافتها من خلال Add Track من فيديو تراك أو أفي تراك، أتأكد أنها في الأعلى ثم أوكي. أقوم بتصغير المنطقة الخاصة بالتايم لاين، ثم مرة أخرى Add Title. هذه المرة سأختار النص، قبلها نضغط على Show Background ثم أكتب كلمة معينة. اخترت كلمة Gnotox. نقوم بتكبير الخط بما يناسب العمل ثم توسيطه عموديا وأفقيا. ثم نضغط على أوكي. أقوم بسحبه هو الآخر إلى المنطقة المخصصة له. والآن جاء دور عمل التأثيرات لكي نحصل على التأثير الذي شاهدناه في البداية. نذهب إلى Effects، ثم نختار Transform، نكتبها في خانة البحث ثم نقرتين أو نقوم بسحبها على الطبقة التي نريد. من Properties نقوم بعمل على الـ Keyframes التي نود العمل عليها. هناك Keyframe معد مسبقا، هو الكيفريم الأول، ثم نقوم بإعداد باقي الكيفريم. في المنتصف نضع 2، نعود إلى الكيفريم الأول ثم نقوم بسحب النص لكي يكون خلف المستطيل. بعدها أقوم بتوسيطه عموديا ثم نقوم بإضافة إيفكت وهو الروتوسكوبين. بعد إضافته ستظهر لنا أداة لإنشاء إطار، ودور هذا الإطار هو جعل أي شيء يكون خارجه غير مرئي. لإغلاق الإطار نضغط على زر الفأرة الأيمن. من Alpha Operation نحدد Minimum. الآن أي شيء خارج هذا الإطار هو غير مرئي. لكي نجعل عمل فيديو سلس نحدد Preview لكي يعطينا سلاسة أكبر في العمل من خلال تقليل جودة الفيديو.
يمكننا التعديل على الإطار أو على حجم الإطار كما نشاء بما يناسب حجم النص أو حجم ما نريد إخفاءه. الآن يأتي دور عمل الكيفريم الذي نود من خلاله الحصول على الحركة المرجوة. من خلال ترانسفورم نحدد المكان الذي نود العمل عليه، ثم من خلال روتوسكوبين نضع علامة زائد لكي يكون تناسق بين الكيفريم الموجود في ترانسفورم وفي روتوسكوبين. مرة أخرى علامة زائد لإضافة كيفريم آخر. في النهاية أو قبل نهاية المقطع نضيف كيفريم، ثم نقوم بسحب إطار الروتوسكوبين ليعطينا عكس أو خروج النص أو تلاشي النص من خلال المستطيل في حركته. لكي نقوم بموازنة عمل أو حركة إطار الروتوسكوبين مع حركة المستطيل، نقوم بنفس الشيء. نذهب إلى النص أو الطبقة التي بها المستطيل، ثم نختار ترانسفورم لكي نحدد نفس المكان الذي به الكيفريم. نحرك الكيفريم الخاص بالتايتل، ثم نعود إلى الكيفريم الموجود في المستطيل لنحصل على نفس المكان. وهنا نحرك النص أو نحرك المستطيل عفوا ليتناسق مع نفس حركة إطار الروتوسكوبين. سنقوم بتجربة الأمر. ها قد بدأت الحركة، بدأ النص يخرج من خلال المستطيل وبدأ المستطيل يلاشي الكلمة. بهذه الطريقة سنحصل على هذا التأثير من خلال برنامج كيدي لايف. نعيد من تراك كومبوزيتين إلى الهاي كواليتي أو جودة عالية، ثم ريندر لتصدير البروجكت أو المشروع، ونختار الامتداد الذي نود العمل عليه، ثم render to file. هذا كل ما في الأمر لنحصل على هذا التأثير. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.